في هذا الفيديو هادي غنمشيو جميع الايكايا، غناخذوا افكار، غنستافدوا كيفيه استغلال المساحه، كذلك اخر صيحات الديكور، وغناخذوا مجموعه من الاستفاده بلا ما نشريو حتى شي حاجه، ونبقاو دائما محافظين على الميزانيه ديالنا. مجموعه الافكار اللي غتساعدكم في ترتيب بيوتكم، كذلك مجموعه الافكار فيما يخص الديزاين وكيفيه ترتيب الامور في البيت. مؤخرا اغلبيه ديال الناس ولاو كيلجؤوا انهم يشريوا لي مبل جاهزين سواء من ايكيا او من متاجر واحده اخرى. للاشاره فقط هو انه هذا الفيديو هذا ماشي سبونسوريزي، هو فقط انا شاركته كمبادره من عندي باش نعطيكم بعض النصائح، وما لقيتش شي فرصه من غير انه الوقت اللي كنت انا متواجده في ايكيا، منها فرصه انني نصور لكم مستجدات، ومنها فرصه انه نهضر في موضوع اللي غادي يفيدكم ونعطيكم افكار. قلت انه الاغلبيه ديال الناس ولاو كيفضلوا انهم ياخذوا لي مبل جاهزين. علاش؟ لانه اغلبيه ديال الناس ولاو كيتفاداو الحريفيه، كيقولك بانه انا ما فيها ما يستريسي راسي، كنفضل انه نمشي نشري اون بياس اللي هي جاهزه سواء كانت كاليتي ولا ماشي كاليتي ما كيهمش، المهم نعيش اللحظه او نستغلها في داك الوقيته وبالتالي دوز وقتها، عوض انه نمشي عند حريفي او المعلم اللي غادي يسخسخني ويطلعني ويهبطني وفي الاخر ما غيصاوبليش حاجه مزيانه، وبالتالي غنصدق انا خاسر صحتي وخاسر فلوسي من الفوق. ولكن حذاري انه هاد الامور هادي ولات كتجه بينا للانقراض الحرف، وبالتالي كذلك الاعمال اليدويه اللي كتساعد مجموعه من الشباب واللي كتساعد مجموعه من الناس. ولهذا الناس اللي مازال كتدفع للمعلم او الصنايعي، عندكم في ايكيا بزاف ديال لي موديل اللي تقدروا تانسبيراو منهم، كذلك عندكم بزاف ديال الديزاين وبزاف ديال الافكار اللي هما واعرين وخاطرين. مثلا هنا هذه غرفه ديال الاناث اللي هما فلاج ديال المراهقه، لاج لادوليسونس، كيعطيوكم افكار كيف يعني ممكن انكم تزينوا اون شومبر بالالوان، وكذلك كيفيه استغلال المساحه بحال هذا لونسوم ديال لولي كيف كتشوفوا، فيه المجوره لتحت لي تيغوار اللي هما اونكاستري فيه، وفيه لي بلاكار اللي معلقين اكروشي في الحيط، هذه الا كانت يعني الغرفه المساحه ديالها ضيقه، هذا بالاضافه لي بيرو كيف كتشوفوا، هذوك سي جوست دي طابل، يعني ممكن تاخذوهم واجدين او ممكن انكم تدفعوهم سور كوموند وتوجدوهم. هكذا عندكم افكار اللي ممكن يعني تمشيو فيها على قدر الميزانيه ديالكم. هاد النوعيه من لي بلاكار خارجين طوندونس هاد العام، ان ستيل بوهيميان كيف كيقولوا، خفيف ما كياخدش مساحه كثيره، وكذلك كيعطينا احساس بانه كاين مساحه كبيره اللي هي محطوط فيها البلاكار، فبالتالي هي مساحه صغيره وضيقه. اما بالنسبه لغرف النوم عند ايكيا، انا فاش كندخل ليها كنحس براسي كما لو انه اون بياس ديال ابارتمون كبير، فبالتالي هما كيكونوا مفرشين واحد 70 متر وبعض المرات اقل. اكيد غتكونوا كتسولوا كيفاش كيديروا ليها. الطريقه كالتالي، اول حاجه ايكيا اكثر مبيعات ديالها كتكون في اوروبا، اوروبا اغلبيه ديال الديور ديالهم هما دي ستوديو صغارين، فالناس اللي كيعيشوا فيهم ملزمين على انهم يلقاو يعني طريقه ديال الفراش او طريقه ديال الالوان في البيت اللي تحسهم بانه داك البيت كبير فبالتالي هو صغير. فالالوان اللي كنستخدموها في بيوتنا كتلعب دور كبير في النفسيه ديالنا وكذلك في الخدع البصريه، بحيث انه الا شدينا بيت صغير وفرشناه بالوان هادئه غيعطينا احساس بانه كبير، ولكن الا شدينا بيت كبير وكثرنا فيه الالوان العين كتبرزط، فبالتالي الانسان كيحس براسو مبرزط في الداخل ديالو وما مرتاحش وكيحس بواحد الضيق. دونك هذا هو لو سيكري الاساسي في لي بياس ديالهم، الا لاحظتوا انه لي بياس ديالهم اغلبيه كيستعملوا الوان هادئه اولا كيمشيو في اون باليت وحده ديال لي كولور. هاد الغرفه هادي خاصه بلي جون سورتو لي زونتربرونور، الطريقه كيفاش مقادينها ولو ديزاين كيفاش مصايبينو، كاين بزاف ديال لي انسبيراسيون اللي تقدروا تلقاوهم مختلفين، لكن هذا واحد منهم عجبني، سورتو لي كولور اللي هما مستخدمين، يعني دي كولور اللي هما زوينين داخلين فيهم دي كولور فلاشي، ولكن بقاو في نفس تيماتيك اللي كتجذب الشباب.
هاد لو كوين هذا التلمو عجبني، خديت فيه صوره غادي نخليها لكم في الانستغرام، وهذيك الصوره كتبان بحال مصوره في شي بلاصه واو كتبان كتحمق، وهو رانا مصوره غير في داك لو كوين هذاك، راه من بعد غادي نشاركها معكم. يعني بالمختصر المفيد انه الالوان اللي كنستعملوها وكذلك لي ديزاين اللي كنستعملوه كيلعب واحد الدور كبير باش انه يعطينا واحد الانطباع ديال داك البلاصه بانها كتبان زوينه بزاف، كتبان بانها فواحد لو نيفو خطير، الوغ كو هي اون بياس عاديه، غير الالوان اللي استعملناهم هما اللي حدثوا داك الفرق هذاك. دابا غادي ندوزو للمطابخ. من اعز واحب لي ديزاين ديال المطابخ على قلبي هما ديال ايكيا، بحيث انهم كيفكروني في الطفوله ديالي، ولا عقلتو فاش كنا صغار المطابخ ديال والدينا ديال والدينا او جدودنا كان ديزاين ديالهم انسبيراسيون من الاستعمار، من عهد الاستعمار. انا كنعقل على هادشي، بقى لي ميموريزي في دماغي ما عمرني ما نسيتو، فهادشي علاش انه لي ديزاين ديال ايكيا اللي هما القدامين ماشي لي ديزاين جداد دائما كيفكرني بمطابخ اللي هي القديمه. اما بالنسبه لي رونجمون اغلبيه كنشوف انا دي رونجمون اللي هما بخاسيك. غير نصيحه غنصحكم، انا شخصيا فين ما كنت كنمشي كيبان لي شي رونجمون ولا كيبان لي شي اكسسوار كنشري، لدرجه انه عمرت الدار. وكنت فين ما كنمشي ندير جوله في ايكيا ضروري خصني نخرج ان باني فيه دي بلونط فيه دي اكسسوار، لدرجه واحد المره لقيت عندي حاجه حاجه من كل حاجه من كوليكسيون اللي هي جديده. وكنعرفوا انه هما ماشي دائما كيبدلوا لي كوليكسيون، بحيث انه كيكون واحد ديزاين اللي هو دائما كيخرج لهم بزاف كيبقى على طول السنين، بحال مثلا هاد العلاقات منهم الدوغي منهم الكحله، مازالين عندي لحد الان خديتهم سنين براتيك صراحه زوينين، ولكن لقيت راسي غير شريتهم وحطيتهم. مؤخرا شنو وليت كندير؟ كنمشي لايكيا كندير جوله كنستكشف شنو كاين، كنشوف داكشي اللي شفتو في السيت في الواقع وكنرجع، حتى كنخمم مزيان الحاجه اللي عندي بها الغرض واقفه عليها عاد كنشريها. هاد لو رونجمون هذا اللي وريتو لكم زوين بالنسبه للناس اللي عندهم كوزينات قدام غينفعكم تحت الحوض. اما بالنسبه لهاد لي رونجمون ديال الطباسل وديال الكيسان كيتحطوا لتحت والفوق باش كتستغلوا المساحه راهم زوينين، يعني كيهنيوكم من كثره الروينه في البلاكارات، وهذا كذلك حتى هو فليكسيبل. اما بالنسبه للشبكات ديال المواعن كيف كتشوفوا، كاينه الصغيره كاينه الكبيره كاينه المويان كاينه على حسب الكوزينات الصغار. سورتو انا كون جات عليا فشحال هادي فاش كنت غير كنشري كنشري كون شريتهم كاملين غتلقاو عندي لا كوليكسيون كلها، ولكن مؤخرا كيف قلت لكم وليت كنشري الا الحاجه اللي عندي بها الغرض ومحتاجه. ودابا غادي نشوفوا نوع اخر من المطابخ وسورتو الالوان اللي مستعملينها فيه، وغنقربكم وندير لكم زوم على واحد لو ديتاي اللي ممكن انكم تستعملوه في بيوتكم في المطابخ ديالكم بلا ما يعني ديروا مطبخ جديد، غير تجددوها نتوما بطريقتكم، اللي هو هاد الرخام اللي كيبان لكم فوق البلان دو طرافاي وفي بلاصه اللي كتكون فيها لا كريدونس، كتسمى هذيك كتسمى لا كريدونس يعني كدير كريدونس، ولكن هما دايرين اون ماتيير اللي دايره بحال ام دي اف ورقه كتلصق في داك الحيط كيف ما انه كاينه على شكل بوطاجي. واكثر شيء عجبني في هاد الكوزينه هو التفريق ديال لي رونجمون، كل رونجمون شاد بلاصتو حتى من لاسبيراتور حتى من لي زاكسسوار اللي كنديروا بهم ميناج كيف كتشوفوا دايرينهم في هاد البلاكار، هذا بلاكار واحد اخر كذلك حتى هو مستغلين فيه المساحه بواحد الشكل دقيق، سورتو هذا اللي فيه يعني البلاصه فين كنحطوا المونه خاص غير يعني يكون تنظيم دقيق، ماشي بالضروري يكونوا منظمات اللي هما غاليين اولا، غير الطريقه كيفاش ننظموا، نقدروا كاع حتى كرطونات نغلفوهم كيف سبق لي وشاركت معكم فيديوهات اللي هي قبل درت الغوسيكلاج للكرطونات والقراعي ديال الكونفيتشو وكانوا منظمات جميله وعجبوكم بزاف. هاد المطبخ شوفوا المساحه ديالو قداش، يعني راك شفتوه صغيور وشحال فيه من غونجمون شحال فيه من تيغوار، يعني مستحيل انه الاواني ما يكفاوش، او مستحيل انك تكوني من العشاق ديال الديكور ديال الاواني وما يكفاكش، تيلمو دايرين ليه ديزاين واعر كثرت لي غونجمون وكثرت هذا المجوره
اللي ما يخلي لك حتى شي حاجة في بلاصة من غير بلاصة. اغلبيتنا فاش كنبغيو نعاودوا الكوزينه ديالنا كنفكروا في حاجه الاولى هي الالوان، وهنا الا شفتوا كاين الوان كل لون من جهه، وهكذا طالع الكوزينه الزوينه، البلون كاسي الزليج فيه لون اللي هو كيف كنقولوا حار ومجهد، والبلون دو طرافاي اللي هو مصيب من الخشب، يعني واحد الباليت اللي هي مرونه، وبالتالي عطات كوزينه زوينه بزاف، المنظر ديالها زوين سواء كان داك الشرجم اللي هو فيو ديجاجي اولا ما كانش. النصيحه اللي غنصحكم قبل ما تختاروا الالوان، اختاروا الديزاين ديال الكوزينه، اختاروا لي رونجمون، اختاروا لي بلاكار والتفريقه ديال لي بلاكار، لان هادشي هو اللي غادي ينفعكم بالدرجه الاولى، لانه فاش كيكثروا عليكم المعن وكتلقاو شي حوايج اللي نتوما محتاجين بهم وما عندكمش فين تحطوهم كتقولوا يا ريت لو انني فصلت الكوزينه بطريقه ذكيه اكثر واكثر. اما فيما يخص الاواني، اغلبيه فينا كيشريو الاواني بالشهوه، حيت شفت الاواني اولا البراد اولا الغلاي اولا داك الطباس اللي عند فلانه، او حيت شفتهم في التلفازه، او حيت شفتهم عند لانفلونسور فلان فلانيه. لا، نشري الحاجه اللي غتصلح لي واللي غتمشي مع الكوزينه ديالي واللي غترضي الذوق ديالي بالدرجه الاولى، وما نشريش كثره الالوان، نشري الوان متناسقه مع بعضياتها، ونبقى دائما في اونصومبل بار اونصومبل، ما نشريش شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا. صدقوني هذاك شري شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا كتخلي لكم واحد الروينه كثيره في الكوزينه، وكتكثر عليكم الماعن، كتكثر عليكم الاكسسوارات، وما كتلقاوش فين ديروهم، بالتالي كتلقاو راسكم غير خسرتوا فلوسكم فيها. من بعد ما دوزت اون دو مي جورني في ايكيا، توجهت باش ناكل، كليت دغيا دغيا بالزربه ورجعت للدار. نظرا لانه انا ما عزيزش عليا الماكله على برا، كنحماق على الماكله ديال الدار، دخلت للدار في واحد الشهيه رهيبه ديال الكيك وسورتو الشكلاط مصيب بالطريقه اللي هي دابا دايره ضجه ديال الشوكولا دبي، تلمو شهتني بزاف. وقولوا لي الصراحه واش حتى نتوما شهاتكم، لانه فيما كنت كندور في الانستغرام كنلقاها وشهتني بواحد الشكل رهيب، ما بغيتش نشريها حتى نجربها انا ونشوف الطعم ديالها كيفاش غادي يكون، لا سيما انه الزانغريديون او المقادير ديالها والمكونات راهم واضحين وباينين. خليكم معايا، راه غادي نوريكم طريقه بالتدقيق، طريقتي انا طبعا اللي هي مانيوال على حسب الطريقه هي في ميزون ماشي ديال الشرى. دونك قبل من هادشي هذا كله درت كاك، كاك عادي، وهنا بغيت نسولكم قولوا لي واش حتى نتوما ما كيطلع لكمش الكاك، لانه مؤخرا ما بقاش كيبغي يطلع لي بصفه نهائيه. علاش؟ لانه كنديرو كي تنفخ تبارك الله في الفران كلشي هو هذاك، غير كنخرجو في حيله كنضرب فيه شبره وكيتفش كامل، وسورتو انه كيولي مدقص. اللي عندها فيكم السر شاركوا معايا على الانستغرام، من غير المعلقه ديال الخل، من غير البيكربونات ديال الصودا، لان هادو جوج حوايج انا كنحاول نتفاداهم وكنبغي نطلعو بالطريقه القديمه، لانه في قديم الزمان كنا كنديرو كاك عادي وكنصيفطو غير الفران الحومه وكان كيطلع ما شاء الله، وحتى انا الا عقلتو على الكيك ديالي وكان كيطلعو تبارك الله ما شاء الله. مؤخرا مابقاوش كيبغيو يطلعو، اما المشكل من الفران حيت بدلتو والله اعلم، اما المشكل في الطريقه ديالي انا خاطئه. خليو لي التعاليق. هنا غادي ندوز باش نشارك معكم المقادير. خديت الشعريه ديال الكنافه، كل واحد شنو كيسميها، كاين اللي كيسميها القطايف اللي كنسبق لي شاركتهم معكم بزاف د المرات. خديت كميه عاديه اللي هي موزونه واحد 200 ولا 300 غرام، وحمرتها مع الزبده. خديت الشكلاط، انا كناخذ الشكلاط ديال اقبل، هو اللي كيعجبني ديال الحلوى اللي ما فيهش الكاكاو بزاف، اللي فيه الكاكاو بزاف كيجيني حار وما كيطلعليش مزيان. خديت اون باليت وحده اولا طابليت وحده ودرتها الدوب.
هنا بالنسبه لافارس الدخلانيه من بعد ما حمرت القطايف زدت عليهم لوتيوس اللي كان دهنوه في لي طارتين لانه هو اللي كان عندي متواجد لان ما كانش عندي العقده ديال اللوز، فبالتالي انا كان خاصني غير نجرب اول مره ونشوف واش داك الطعم ديال التقرميشه كاين ديال بصح نيت اولا لا. ذوبت الشكلاط، الشكلاط كنصحكم تاخذوا نوعيه جيده دونك وما ديروش معاه الزيت، الخطا اللي درت انا فحيلا ساح لي شي شويه مابقاش قابط راسو ولا دغيا كيذوب، ودرتو في هذا المول، هذا مول ديال الثلاجه كان عندي، درت له البابي ديال الفران من جنب لصقتو كيف كتشوفوا بطريقه اللي هي مانيوال حيت ما كانش عندي المول. بالنسبه للكيك خرجتو من الفران، المهم كيف كتشوفوا راه ما تنفخش ليا بزاف، حتى الا كان مثلا تقدروا تعطيوني مقادير اللي هي ناجحه ديال الكيك انا غنكون ممتنه لكم، لان المقادير اللي كنديرها انا هي اللي كنديرها منذ هذه السنين، فهنا غير باش نتاكد واش المشكل بصح نيت من الفران، لانه اغلبيه ديال الاخوات قالوا لي راه المشكل ممكن يقدر يكون من الفران. المهم كيكه جات ما بيهاش، ولكن راه ماشي منفوخه وماشي بداك الشكل الناجح اللي كانت كطلع لي به شحال هادي. نرجعوا للشوكولا ديالنا، خرج الشكلاط من الثلاجه، دابا غادي ندير فيه الحشوه غنفرقها. الخطا اللي درت انا هنايا هو ان الحشوه ما درتهاش كثيره، انا كيف قلت لكم كنت بغيت غير نجرب، فبالتالي درت الطبقه ديال الشوكولاط لتحت كثيره وطبقه ديال الشوكولاط الفوق كبيره، وهذا الشيء زوين جا بصراحه زوين لذيذ، ولكن خاص الطبقه ديال الشكلاط تكون لتحت رقيقه شي شويه والفوق كذلك، والحشويه اللي خاصها تكون كثيره بزاف باش كتحسوا بداك التقرميشه. عاودت غطيت الحشوه بالشكلاط، وكنعيد انكم الشكلاط ما تحتاجوش تزيدوا عليه لا زيت لا حتى شي حاجه، لان الا زدتوا عليه الزيت باش يتطلق لكم دغيا، منين غادي تخرجوا من الثلاجه وغتحصلوا على الشكل النهائي غيبدا يذوب لكم في يديكم دغيا. قرميشة ديالو رائعة ما شهيتكم فيه، سمحوا لي اللي كتشوف هذا الفيديو ولا كتوحم ولا بقى فيها الحال كنعتذر منك، ولكن غير بمكونات بسيطة راه ممكن انكم ديروه، تقدروا ديروا معاه ماشي بالضرورة داك العقدة ديال الشكلاط ديال عفوا ديال البيستاش، تقدروا ديروا كيف درت بحال مثلا انا لقيت قدامي غير هذاك الحل، وممكن انكم الا كان عندكم حتى املو اللي هو ثقيل راه تقدروا تخلطوه مع دوك الشعيرات ديال القطايف. راه شوفوا الفكره ماشي في زعما هي نيت في حد ذاتها شوكولا دبي 100%، فكره في انكم شنو غتختاروا نتوما وشنو غتبتكروا على حسب الذوق والشهيه ديالكم، ولكن راه جات واعره ما يمكنش تخيلوا البنه ديال داك التقرميشه في الوسط وداك الشكلاط من الزناب. وكيف نصحتكم انكم ما ديروش الطبقه ديال الشكلاط تكون غليظه، خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، وكنبوسكم بزاف بزاف وشكرا لكم على الحب والكم الهائل من الرسائل الزوينه.